السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نحضر معاكم فخده ديال الدجاج مقليين على شكل كنتاكي، يعني كنتاكي منزلي وصحي، كيجي لذيذ بزاف وكيبغيوه الوليدات غير جربوه. اول حاجه كما كتشوفوا عندي الفخده، تغسلهم، درت لهم الملحه والحامض، رقدتهم ومن بعد غسلتهم مزيان وكنقطعهم بالمقص على هذا الشكل هذا باش كتدخل لهم العطريه. المهم كنقطعهم على هذا الشكل كاملين وندوزو ان شاء الله نوريكم العطريه اللي غادي تستعملوا. عطريه رائعه وكتجي لذيذه. هنا ضفت معلقه كبيره ديال البابريكا اي تحميره، ومن بعد كنضيف جوز الطيب. هنا في المغربيه كنقولوا له الكوزه، كنحكها يعني غير النص ديالها وكتجي لذيذه في الدجاج وكتعطيه واحد المده. المهم هذه اختياريه ولكن الا جربتوها غادي تعجبكم. ومن بعد كنضيف الابزار، وكنضيف معلقه صغيره ديال الحبهان المطحون، وكنضيف القليل من الحار وكذلك الحار اختياري. وهنا كنوضع معلقه صغيره ديال سكنجبير خضر طري وطحنته، واللي ما عندوش يدير سكنجبير عادي غبره. وهنا كنوضع معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، وكنضيف القليل من زيت المائده، وكنضيف القليل من الملح، وكاس متوسط ديال الماء، ومن بعد كنخلط المكونات ديالنا جيدا باش كيتجانسوا. كنوضع الفخذات ديال الدجاج ديالنا باش كنشرملوهم مزيان،
بالما كنخلطوهم مزيان كنتاكدوا بان العطريه دخلت ليهم، يعني هذا هو السر ديال كنتاكي المنزلي، يعني كندخلوا له العطريه مزيان كما شفتوا قطعناهم في النص باش العطريه تدخل ليهم. من بعد كنخليهم على الاقل واحد ساعتين باش كيشربوا العطريه، ولا كانت اكثر يعني شحال ما خليناهم راقدين كيجيو مزيانين. صافي هنا كنخليهم المده ونتلاقى ان شاء الله معاكم. وهنا بعد ما شربوا لي العطريه مزيان غادي ندير لهم الدقيق مزيان، من بعد غادي نزيد ان شاء الله نكمل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخيطات ديال الدجاج ديالنا، مقليين كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف بداك العطريه اللي حضرت معاكم. غي جربوهم غادي يعجبوكم، غيوليو معتمدين عندكم وعند الوليدات ديالكم. شكرا على المشاهده، وما تنساوش اللايك والاشتراك، والى فيديو اخر.